المركز داخل مستشفى الرمثة تقريبا عدة كيلومترات من الحدود السورية. فالجرحى اللي نستلمهم هم جرحى أو المصابين خلال الأحداث اللي تجري في داخل سوريا. الحالات اللي تجي إلى هنا حالات خطرة جدا، يعني معظم المصابين عندهم إصابات متعددة في الجسم أو عندهم إصابة بليغة جدا، يعني إصابات وعائية أو إصابات صدر أو شيء من هالقبيل. كنا طلعنا من الحارتنا هيك في حارة ثانية، يعني أمي وجارتنا، بدنا نحكي تلفون أردن لهون شبكة أردنية مع أخوتي. أي وإحنا نحكي جينا بدنا نروح، قام يجي علينا صاروخ. توفت أمي وجارتنا وأنا استعوبت، خذوني على مشفى ميداني، بعدين حولوني لهون على أطباء بلا حدود. أنا أول ما تصاوبت كان ألم شديد شديد كثير، وجري كان ينزف نعاسه كثير. ولما اجيت لهون فورا دخلوني على غرفه العمليات، والحمد لله من اول عمليه لحد الان ما في اي الم او اعراض يعني نتيجه العمليات. متابعتنا للمريض توقف على الجرح، احيانا المرضى بيرجعوا لحتى يتم تغيير على الجرح لحتى نشوف انه الجرح ما عم بيلتهب اكثر واكثر. بتستمر الجلسات النفسية إذا كان هذا المريض نحن حسينا أنه بحاجة أنه لمتابعة نفسية، لما يرجع للتغيير عن جرح برضو بتلقى الجلسات النفسية. وبرضو في نحن بنعمل تحويلات لمنظمات تانية لحتى نحاول أن نضل مطمئنين على المريض أنه راح يتلقى الرعاية خارج المستشفى. هناك تعاون وثيق ما بين منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة ممثلة بالمستشفى الرمثاء الحكومي وكوادره، وإن شاء الله إحنا كل الدعم والمؤازرة لهذه المنظمة أن تقوم على الوجه الأكمل في عملها الإنساني تجاه الجرحى السوريين.